شيخ اسلام، بنتكلم عن الطلاق. اكيد طبعا انت بتجوز كام حد؟ يعني بعيدا عن الطلاق، بتجوز كام حد دلوقتي في اليوم، في الشهر؟ بيتجوزوا كتير ولا ده اعلى من ده، ده اقل من ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قبل بقى ما نتكلم عن الجواز والطلاق ولا نص ساعه نتكلم ونقول اصل الطلاق ومش الطلاق، ان كنا هنتكلم لتضييع وقت او كلام لمجرد الكلام ونقوم من قعدتنا زي ما كنا، لا احنا جايين نحل، احنا جايين يبقى نتكلم في الحل. نسبة الطلاق المرتفعة مجتمعية الأول وبعدين تنفيذية. أولا الحكومة مش هتجيب لكل واحد قاضي هو ومراته، يعني مش هقول لوزارة العدل الصبحية كل زوج وزوجة ليهم قاضي. أنت متخيلة كم القضايا اللي موجودة في المحاكم؟ متخيلة. دكتورتنا الفاضلة قالت التوعية صح، الإعلام عليه دور كبير، لكن هرجع للقديم. لا كان لا في إعلام ولا كان في تلفاز، مفيش، ولا كان في نت ولا إنترنت ولا الكلام ده كله. كانت الأم هي اللي بتعلم بنتها والأب بيعلم ابنه. وجوازات زمان بتطول وبتعمر عن دلوقتي. تعمر إيه؟ متجوزة بقى لها 70 سنة لغاية دلوقتي شافت أحفاد ولادها. يعني بسم الله ما شاء الله من العمر، اللهم يعني كتير، ومتزوجة وقاعدة جنب جوزها عندهم 80 سنة أقسم بالله، وقاعدين مع بعضهم وعيشة هادية. ليه؟ لأن النشأة من بدايتها علمتها تمشي إزاي، تعمل إيه. النهاردة أنا آسف، سواء كان ولد أو بنت، اللا مبالاة نهائيا وإشباع رغبة بس فقط لا غير، إن أنا راجل واتجوزت وإن أنا آنسة حلوة واتجوزت، شكرا على كده. السنة الأولانية فترة الزواج نسبة الطلاق فيهم 12%. ودي نسبة كبيرة. ارجعي ايوه ارجعي للجهاز بتاع التعبئة والإحصاء. لا هي زادت الفترة الأخيرة كتيرا كده. زادت وأنا عندي أرجع لعصام بيه. احنا هنشوف المكتب بيجيب كم الدعاوى اللي مرفوعة في المحاكم منها الخلع. أما يكون من نسبة 88% من نسبة الطلاق، من نسبة الطلاق في المحاكم، لا مش طلاق ككل، بالنسبة الطلاق في المحاكم 88% منها خلع. ليه؟ لأن إحنا فتحنا الخلع ما أيدناهوش، وتأيده بحاجة واحدة، لأن مشكلتنا إحنا النهاردة إحنا بندور على أبسط حاجة. يوم عما بيجي عند المأذون، ها جملة صداقة قد إيه؟ يقول له هنعمل جنيه مقدم و 50,000 جنيه مؤخر. أنا موظف خلاص أقررت وديله الجنيه قدامي، شرع ربنا ادفع مهرها عشان أشوفه كده، فبيديله الجنيه، بثبت له الجنيه. إنما لو حط المصاريف اللي صرفها وقال أنت هتاخد مني مهر قد إيه وهكتبه مقدم صداق عند ما تيجي ترفع دعوة خلها ردي إليه، يبقى هتتأنى 100 مرة لأن هتجيب من أنت تدفع، يبقى هقلل نسبة. يبقى توعية، ودي واجبة على كل أم في الشعب المصري. اقعدي جنب بنتك وعلميها كيف تكون إدارة منزل الزوجية. أنت خرجت من عند ماما وبابا اللي كان بيديك مصروف الصبحية، وماما بتعمل لك السندوتشات والهدوم مغسولة ومكوية وطلباتك مجابة، تولي إدارة بيت آخر، اتنقل الحال ليكي، انت أصبحتي صاحبة مهنة زوجة. هنا شيخ إسلام انت أرجعت